راس فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع أفراس الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر على مسافة 2000 متر شوط مخصص للخيال السعوديين المتمرنين وقيمة الجائزة 60,000 ريال. لم تتمكن شيخة العز من المشاركة نظرا لعدم دخولها جهاز الانطلاق. مشاهدين الكرام 14 راس تتنافس أمامكم الآن على مسافة 2000 متر والانطلاقة لعويضة في المركز الأول. المركز الثاني ل كل من ألوف وأيضا لناشدة في ظهوري الأول هذا الموسم. في المركز الثالث عويضة في صدارة هذا الشوط في المركز الأول. المركز الثاني لألوف في المركز الثاني ناشدة في المركز الثالث. مسافة 2000 متر مشاهدين الكرام مخصص لأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر. يقود الخيال السعوديين المتمرنين هذه الأفراس والانطلاقة لعويضة بقيادة فهد العتيبي في المركز الأول. ألوف في المركز الثاني مع نايف العنيز. المركز الثالث مع ناشدة مع أحمد الأزهر التي تبدأ التقدم الآن للمركز الثاني فيما الصدارة لعويضة. ناشدة تتقدم للمركز الثاني في مشاركتها الأولى هذا الموسم. ألوف تتأخر المركز الثالث وتندح تأتي للمركز الرابع فيما هاب تأتي للمركز الخامس. مشاهدين الكرام الصدارة لعويضة والدخول يأتي من تندح الآن وأيضا ناشدة وهاب تتقدم الآن من الداخل. مشاهدينا متابعينا الكرام أهابة تنطلق للصدارة والمركز الأول مع المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية الخط المستقيم. أهابة مع يوسف الحصين وتندح مع مهدي الحبيل من الخارج الآن. الصراع لحسم المركز الأول في شوط أفراس الإنتاج المحلي. أهابة وتندح أهابة للمركز الأول. مشاهدينا الكرام تبتعد بالصدارة بطول وخط النهاية وهبة ابنة التسق تسجل